رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة: ترتبط مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية راسخة وثابتة منذ زمن بعيد، وترتكز هذه العلاقة الوطيدة على العديد من المرتكزات والثوابت المشتركة والتي جعلت من المملكتين أكثر ارتباطاً في العديد من الرؤى، الأمر الذي تعزز بفضل الرعاية والاهتمام المشترك من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وحرص جلالتهما على أن تكون العلاقات بين البلدين الشقيقين نموذجا بارزا يحتذى به في شتى المجالات. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نستذكر في مملكة البحرين بكل الفخر والاعتزاز التاريخ التليد للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في 23 من سبتمبر 1932 على القواعد الثابتة والأصيلة في إرساء أحكام الدين الحنيف والعدل ونصرة القضايا العربية ودعم السلام والأمن العالمي، بالإضافة إلى استذكار دعم المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين وأمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية انطلاقا من المصير المشترك والعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يؤكد على الدوام موقف مملكة البحرين القوي والراسخ في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي صفها دوما إيمانا من جلالته بوحدة المصير المشترك وتلاقي الهدف الواحد، كما أن جلالته دائم التأكيد على أن أمن المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ونهضتهما جزء لا يتجزأ وهما ماضيتان في طريق التقدم والازدهار والرخاء بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: تعيش المملكة العربية السعودية نهضة تنموية حضارية في شتى المجالات حتى باتت تسير في طريق التقدم والازدهار وحققت العديد من الإنجازات الرائدة على مستوى العالم، الأمر الذي جعل من المملكة العربية السعودية تمتلك دورا مؤثرا وقويا في العالم على المستوى السياسي والاقتصادي. وجدد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التأكيد على العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية القوية والراسخة، ويربطهما المصير المشترك، وتأخذ تلك العلاقات أشكالا متعددة في جميع المجالات، مشيرا سموه إلى أن المملكتين الشقيقتين ماضيتين في طريقهما المشترك نحو الرخاء والتقدم في مختلف المجالات.